جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: هل سب الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين كفر؟ أفتونا مأجورين. سب الصحابة وأحد منهم كفر ونفاق، لا يبغضهم إلا منافق أو كافر، ألا يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.